ولكن في نفس الوقت انا عايز اعرف، ما ارجع لنقطه دي بعد كده او اللي كنت بتكلم فيها مع حضرتك. فايتسا في بدايه التسعينات اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات غير شكل كره القدم المصريه. مانويل جوزيه في بدايه الالفينات 2003 2004 لغايه بقى 2010 2011 اتكلم زي ما انت عايز تتكلم، غير شكل كره القدم في مصر. حتى طريقه اللعب اصبحت ان انت تحضر من ورا، من عماد النحاس وائل جمعه وشادي محمد احمد السيد اسلام سيد معوض جلبرتو الله يرحمه محمد عبد الوهاب، وتبتدي تطلع على بقيه اللاعبين بقى واحده واحده. طريقه اللعب كانت كده ساعتها، ان بتتدرج من ورا لقدام واحده 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 لغايه لما بتلدع وبتجيب الجون الاولاني والثاني والثالث استحواذ. ففايتسا في اواخر الثمانينات اوائل التسعينات عمل كده. انا ما كنتش موجود في اول التسعينات، ما اعرفش قال ولا ما قالوش، وقبله هيديكوتي، بس انا قلت اجيب للاقرب يعني. بعد كده مانويل جوزيه عمل كده، فانا كنت في الملعب ما كنتش اعرف، ما كنتش بشوف الاستوديوهات التحليليه بتقول ايه. طب دلوقتي عندنا 500 600 استوديو تحليلي، وعندنا 500 600 استوديو وبرنامج هذا الرجل العبقري طبعا مانويل جوزيه، اسطوره كره القدم في النادي الاهلي، للي ما يعرفش يعني اسطوره مانويل جوزيه. طيب دلوقتي في 500 برنامج رياضي وفي مليون اي حاجه، قول اللي انت عايز تقوله. ولكن هل في حد طلع قال ان موسيماني يستحق التحيه علشان هو غير طريقه لعب النادي الاهلي ومشي وراه الجميع بعد كده؟ ما عنديش مشكله، انا ما بتضايقش لما الاقي ان مدير فني في نادي اخر عمل حاجه والنادي الاهلي عملها. النادي الاهلي على فكره كابتن العشري مثلا عمل 4-4-2، وبنقول هذا الكلام لغايه دلوقتي، وفي ناس بعد كده قرر، ما كانش الاهلي منهم في ساعتها، ولكن في ناس قررت التجربه بعد كده، ولكن 4-4-2 طارق العشري مع حرس الحدود بقى شوف من كام سنه اجتهد واشتغل وقلنا هذا الكلام. ولكن هو موسيماني لما يجتهد بتبقى وحش؟ موسيماني لما بيجتهد ويغير طريقه لعب، دلوقتي كل الدوري المصري معظم، بلاش كل، معظم الدوري المصري رايح لهذه الطريقه مره ثانيه، وانا عارف يعني بنسال وبنشوف، بلاش بنسال، بنشوف في التلفزيونات مين اللي بيلعب ايه، وعندنا خبره كرويه تخلينا نقدر نشوف اللي بيحصل ايه. لكن مفيش حد يوحد ربنا يطلع يقول لك ان موسيماني يستحق التحيه لانه لعب كذا فغير شكل الاداء وبالتالي عمل تامين زياده وزود الناحيه الهجوميه بواحد زي حمدي فتحي يطلع من ورا لقدام علشان يساند في الناحيه الدفاعيه ويساند في الناحيه الهجوميه، او ياخد الكره من ورا لقدام ويطلع بيها ويبقى شكل الفريق حلو. محدش يطلع يقول الكلام ده ابدا، لكن احنا بنقوله وهنقوله، بنقوله وهنفضل نقوله، ما عنديش اي مشكله. الراجل قعد، الراجل مش، انا ماليش دعوه، انا بتكلم عن النادي الاهلي والمدير الفني للنادي الاهلي مهما كان اسمه. فاللي انا بشوفه الحقيقه من فضل حضراتكم وللمره المليون بقول هذا الكلام، ادوا راجل حقه، بس الراجل وحش قولوا ان هو وحش، الراجل كويس قولوا ان هو كويس، الراجل غير طرق لعب معينه لفرق وخلى الناس تفكر بهذه الطريقه، قولوا هذا الكلام. يستحق؟ اه يستحق. ممكن نقول اصله في ماتش السودان اللعيبه ما كانوش كويسين قوي، في ماتش الهلال الاخير ده الدنيا ما كانتش ماشيه كذا كذا كذا، ولكن نقول ان الفريق رجع من ثالث عالم، ونقول ان الفريق على الرغم من اداره الكره في النادي الاهلي قفلت على الفريق بعد مباريات كاس العالم، وانا قلت لحضراتكم ازاي، لان كان المفروض يبقى في احتفاليه هنا في قناه الاهلي، ولكن اتقفلت على الاحتفاليه واتقفل على كل اللاعبين، وكان الغرض الرئيسي فيه بدايه مشوار ال11 او البطوله رقم 11 من مباراه الهلال اللي هي اتعادلنا فيها الاخيره دي، بدايه جيده، وده اللي حصل، بدايه جيده بالنقط. الاداء ممكن بقى نروح ونيجي ونتكلم ونقول اصل كان 3 الظهر، دنيا حر، دنيا مش عارف ايه، الرطوبه عامله، اصل احنا راجعين من ثالث العالم، الطموح اللي عندك لازم يزيد شويه كلاعبين، اللعيبه محتاجه كانت تعبانه ورجليها تقيله جدا في الملعب، كل ده نقدر نقوله ونقدر نتكلم فيه ونقدر ننتقد فيه، ما عنديش مشكله، انتقد وقول. وانا هنا برضو انا ما بحجرش على كلام حد ولا على طريقه حد ولا على راي حد، ولكن من حقي ان انا اقول ان يا جماعه من فضلكم ادوا الراجل حقه، ادوا المدير الفني للنادي الاهلي حقه، ولا هو يبقى شعره اصفر
ونعمل له شعر اصفر. طب ما احنا ممكن نجيبه بعد كده لما اجيبه مره هبقى اساله هذا السؤال، ندهنه او نخليه يعمل كده، ندهنه شعر اصفر، وعندنا هنا المكيير هايل نقدر نعمل كده معاه، ندهنه شعر اصفر ونخلي له عينيه خضراء علشان الناس تتكلم عنه كويس. ده في فرق المدربين بتوعها بس لمجرد ان هم اوروبيين او مش مصريين ولكن من الناحيه الاوروبيه يقول لك ايه اصله المره هو اتعادل او اتغلب عشان هو كان بيجرب طريقه، لكن موسيماني لما يتعادل ولا يتغلب لانه مدرب فاشل مش عشان بيجرب مثلا ولا حاجه. فانا بقول لحضراتكم ان هذا الرجل دائما النادي الاهلي يقود كره القدم المصريه الى الطريق الصحيح، وده اللي احنا بنشوفه وده اللي احنا بنتكلم عنه اهو. هذا الرجل يستحق ان احنا نقول ان في اشياء بتحصل جيده، في اشياء بتحصل في النواحي الفنيه جيده نقدر نتكلم عنها ونقدر نقول ونقدر نعمل. وفي النهايه انا اللي يهمني ايه بعد كل الكلام اللي احنا عمالين نقول ده، ان انا اخد دوري وكاس وبطوله افريقيا وارجع العب في كاس العالم السنه الجايه واخد فضي ذهبيه او فضيه، وده الهدف اللي النادي الاهلي بيمشي فيه، وده الهدف المعلن من امتى يا اسلام؟ من بعد نهايه المباراه الاخيره امام الهلال السعودي. موسيماني في المؤتمر الصحفي قال ايه؟ انا عندي تكليف من الاداره ان انا اجي السنه الجايه والعب في كاس العالم للانديه واخد يا ذهبيه يا فضيه، وانا هشتغل على ده من دلوقتي.